راديو دبنجا راديو دبنجا. بسم الله الرحمن الرحيم. عفاف احمد يونس تاجر الخضار بالسوق الشعبي الملجة. والله عندنا الاسود والطماطم والبطاطس والبيع ما شاء الله، يعني في بيع حركه تجاريه كويسه والله. الكم 200 وب 100 ب 200 اي سعر بمشي مع الزباين. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عوض الله اسحاق البله بايع خضروات خضراء. انا بالنسبه للخضار، الخضار رخيص جدا جدا، يعني من المزارع يجيب المزارع بيع ضعيف، والسوق زاد ما شاء الله بيع ضعيف. ليه؟ بالنسبه للمواطن الخضروات رخيصه. والله بالنسبه للخضروات يعني الموسم خاش، الموسم الشتوي، يعني في الموسم ده الخضروات دي حقيقه. الموسم من يخش الخضروات دي بتنزل براء، يعني ما في قلق ان شاء الله. والتكلفه بتاعتها غاليه والله، مع المزارع كعبه شديد، لكن مع البائع افضل شويه. والله كويسه، نحن معانا كويسه الحمد لله، مترزقين في امن وامان. مع المزارع والله كعبه يا اخي، مع المزارع كعبه شديد، لكن مع التجار نسبه التجار والله كويسه، ماكلين وشاربين. شكرا لك يا اخي. بارك الله الرحيم. محمد ابراهيم موسى. الحقيقه سوق الشعبي، هنا في سوق الشعبي الخضار راقد والاسعار بسيطه، لكن القوه الشرائيه ضعيفه. كل الخضروات يعني، هذا الفواكه، الخضروات، الطماطم، الجرجير، كلها رخيصه. السبب شنو خلى القوه الشرائيه ضعيفه؟ والله يا اخي السبب بقت عملتنا بقت ما هناي ضعيفة، وثانيا ناقل مصر كافي. والحاجة الثانية انه الناس بقت ما في قروش، الناس مفلسة ما في قروش، دي الحاجة اللي خلى القوة الشرائية ضعيفة. الله يديك العافية. حسن الامين علي بالمركز امبرمان. والله القوة الاشترائية صعبة، كعبة جدا، ما في اي حاجة وما في اجر، ما في وضع تعبان شديد. الخضار هو قدامك بس يقول له ينتهي وكذا، ما في فائده والله. الناس قني بساي، الحمد لله، بس نحمد الله ونكون من الشاكرين، ما عندنا مشكله في مصروفنا، لكن منتهي السوق منتهي، ما في حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دار السلام محمد موسى، ساكنة الغارية. المواصلات صعبة والحاجات رخيصة، السوق ما في قروش. ما سبب شنو؟ السبب الناس، ما حالة الضغوطات، أي حاجة بقت غالية، المصاريف طبعا بسيطة، السوق تعبان من أي حاجة، المواصلات غالية، حاجات بتعلي تفرشوها غالية من سيادة، لكن عندنا رخيصة وما في زول بيشتري. طيب أنت فارشة شنو؟ عندي بطاطس وعندي طماطم. بطاطس وطماطم، الاثنين سعرهم كويس ولا؟ هو سعرهم من سيادة ما كويس، لكن تعرف فارشين سعرهم كويس، لكن الناس اللي بيشتروا ما هو اشتراهم. هو اشتراهم. ربنا يسهل. آمين يا رب العالمين.